قبل الخرايط شرينكسفيل عند السويل بروبرتي. احنا كنا بنقول ان احنا لما بناخد كور من الارض بنطلع الكور ده, بنطلع الكور دي ونقسمها يا اما سويل يا اما روك. والروك ليه بروبرتيز, الميكانيكال بروبرتيز والفيزيكال بروبرتيز, والسويل ليها نفس الكلام. ودي خدنا فيها محاضره, ودي خدنا فيها محاضره. لما بقى نجينا نتكلم على البورهولوك اللي بيطلع لي ان انا بسجله من الارض لما بحفر واخد كود, في ايتم كده بيطلع لي اسمه ووتر تيبل او جراوند ووتر ليفل. ايه هي الووتر تيبل وايه هي معناها الجراوند ووتر ليفل لما يطلع لي في الشارت ده؟ النهارده هنقول ايه هي الووتر تيبل, ايه هي جراوند ووتر, الميه الجوفيه بتتكون ازاي وانواعها ايه, والناس اللي بتدور على ميه تدور على ابار ميه او عين ميه تدور عليها فين وازاي وايه الخصائص بتاعتها وايه مشاكل الميه لما بتكون موجوده في التربه او موجوده في الصخر او على البنا. فايه هي الجراوند ووتر؟ الجراوند ووتر احنا قلنا ان السويل فيها بتكون ثلاث اقسام, يا اما سوليد الماتيريال نفسها, يا اما اير الهواء, وجزء فيها ميه اللي احنا بنجيب منه ووتر كونتينر صح؟ والصخر بيكون فيه الميه اقل شويه. فالجراوند ووتر هي الميه اللي موجوده تحت سطح الارض في الفويدز بتاع السويل او في الفراكتشرز ما بين الروك. لما بيكون الروك فراكتشر مكسر وبيسمح ان فيه ميه تتحط جواه وتتكون جواه, ده بيعمل جراوند ووتر, بيسمح بالجراوند ووتر ان هي تعلى جواه, جراوند تيبل ووتر تيبل يعلى جواه. او لما بيكون الماتيريال اللي في الارض هي سويل وتكون هي بورس ميديم هي البوروزيتي بتاعتها عاليه فيها فجوات بتقدر تمتص ميه, فدي كمان بتقدر تخزن جراوند ووتر وتقدر ان هي تكون فيها ووتر تيبل. فجراوند ووتر هي الميه التحت سطحيه الموجوده في البورس ميديم بتاع سويل او بين الفراكتشرز بتاعت الارض. بتنتج عن ايه بقى الميه دي؟ بتيجي منين؟ هي ميه بتبقى موجوده على السطح وبتتحلل سطح الارض وبتدخل لحد يا اما السويل يا اما تنزل تحت يا اما توصل اكتر اعمق من كده. بتيجي منين بقى؟ اكبر سورس في الارض في كوكب الارض للجراوند ووتر هو الامطار. الامطار لما بتحصل بيحصل معاها ثلاث عمليات. اول عمليه اللي هي اول واحده اللي اسمها ايفاكو ترانسميشن. ايفاكو ترانسميشن اللي هو في جزء من الميه اللي نازله من المطره دي بيرجع تاني يحصل له ايفاكوريشن ويرجع تاني للاتموسفير, لطبقه الاتموسفير. ب 20% من ميه المطره, 20% من ميه المطره لو نازله على مكان على اوبن هيل او مكان مرتفع بيحصل لها ايفاكو ترانسبيريشن. 70% لو في داون لو في منطقه منخفضه 70% من ميه المطره بيحصل لها ايفاكو ترانسبيريشن وبترجع تاني للاتموسفير. دي اول عمليه. تاني عمليه الران اوف. ايه هي الران اوف؟ ان الميه تنزل على 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 مستوى عالي و تجري مع 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 الحجر ده او مع الاسلوب اللي بتنزل عليه وتنزل تتكون في المحيطات والانهار والبحيرات وتنزل في المجاري المائيه. وده السورس الاول او الديسشارج الثالث اللي بتنزل في ميه الامطار. ثالث حاجه ممكن تحصل لميه المطر اسمها انفلتريشن. ايه اللي هي بقى؟ ان هي تنزل جوه سطح الارض جوه على الجراوند سيرفيس مش في البحر ومش بيحصل لها
الايفابوريشن فبتطلع تاني في الاتموسفير، لا دي بتنزل على سطح الارض العادي وبتبدا تتخلل سطح الارض ده، ومع تخللها في سطح الارض ده بيبدا منسوب المياه في الارض دي يعلى او يقل. طيب انا عندي ثلاث انواع في من الجراوند ووتر او من المياه الباقيه اللي ممكن الاقيها تحت سطح الارض. اول نوع اسمه الهيدروليك ووتر، وده اللي بيكون موجود، ده التيبيكال اللي ينزل منه مياه من المطره يقف في سطح الارض يحصل له انتريشن ويدخل جوه سطح الارض ويستقر على ليفل بسيط جدا، على ليفل على شالو تبس يعني. تاني نوع اسمه الكنات ووتر، الكنات ووتر لا بتبقى بتوصل لاعماق اكبر من كده وممكن تكون موجوده في الراس، يعني توصل بدل ما هي تبقى موجوده في السرفس في الطبقه السطحيه اللي فوق خالص دي، لا دي بتنزل لحد ما تبقى موجوده في الراس وخصوصا السيدمنتري راس. فاكتر نوع من الكنات ووتر او الجراوند ووتر اللي نوع الكنات بتبقى موجوده في السيدمنتري راس. تالت نوع هو الماجماتيك ووتر او الجوبيني ووتر. ايه هي دي بقى؟ فاكرين لما قلنا ان في ثلاث انواع صخور، الاجنس والميتامورفيك والسيدمنتري. في نوع اللي هو الاجنس في حاجه منه بتطلع اسمها الماجما اللي هي الحمم البركانيه. الحمم البركانيه دي بتطلع بدرجه حراره بتوصل ل 1000 سيلسيوس، احنا قلنا قبل كده درجه الحراره دي لما بتبرد تحت سطح الارض والمي والايفابوريشن بتاع التبريد ده بيتكون تحت سطح الارض بيحولها لميه، ودي بتبقى الماجماتيك ووتر. بس دي غالبا في كتير من الاحيان ما بتكونش صالحه للشرب لانها بتبقى طالعه من مصدر ماجما او مصدر مش بيور عايزه معالجه قبل ما تستخدم بين المعالجين. طب ايه هي اهم التيربس اللي بتبقى موجوده او الكومبوننت عشان اقول ان في المكان ده جراوند؟ اول حاجه لازم تكون عندي طبقه من الصخر او من السويل يقدروا يحموا الميه دي، يقدروا يمتصوا او يحتفظوا بيها، يمتصوا ويحتفظوا بيها. ولازم تكون عندي مصدر ميه، ولازم يكون عندي طبقه فوق هي حافظه الميه، طبقه ما تطلعهاش لسطح الارض او ما يحصلهاش ديسيبيشن في اماكن مختلفه. فالريت اوف انفلتريشن اللي بيبقى من مطر اللي بتنزل على سطح الارض ده مهم جدا ان نعرف بيه الجراوند ووتر اللي عندي او الميه الجوفيه اللي موجوده عندي في المكان اللي انا بشتغل فيه. الريت اوف انفلتريشن اللي هو المستوى تدخل الميه جوه السطح الارض او سطح التربه اللي عندي. تاني حاجه اسمها البادو زون، هي البادو زون هي المكان الطبقه اللي ما فيهاش ميه بس هي فوق الطبقه اللي فيها ميه ما بتسمحش بنفاذيه الميه دي ترجع للسطح تاني. فانا عندي طبقه بتحمي الميه، يعني في طبقه بتقدر تمسك الميه وما بتحصلهاش ديسيبيشن في اماكن مختلفه، وفي طبقه فوقيها اسمها بادو زون هي مش ما فيهاش ميه ما بتحتويش على اي نوع من الجراوند ووتر، بس هي بتخلي الطبقه اللي فوق زي الساندوتش كده، بتخلي الطبقه اللي فيها ميه مقفوله. دي بسميها البادو زون. البادو زون هي طبقه مش ساتوريتد، مش ما فيهاش ميه بس بتبقى واقعه فوق الطبقه اللي بتحمي الميه. تالت حاجه هو الووتر تيبل اللي احنا عاملين نتكلم عنه. الووتر تيبل دي ارتفاع سطح الميه عن سطح الارض، ودي غالبا في غلطه شائعه جدا معظم المهندسين بيعملوها. ايه هي؟ انه بيفتكر ان الووتر تيبل ان مستوى الميه هو افقي، كانه طبقه افقيه ماشيه مع مش ماشيه، يعني هي افقيه تماما. بس في الحقيقه ان الووتر تيبل بتبقى ماشيه تيبيكالي مع التوبوجرافي بتاعت الارض. يعني لو عندي توبوجرافي عامله
بتبقاش سطح ثابت في النص. فلو جيت سالت مثلا ان الروتر دي ما بتبقى ماشيه مع التوبوجرافي ولا لا، لازم تقول ايوه دي بتبقى ماشيه مع التوبوجرافي، ما بتبقاش ماشيه في سطح لوحدها او في سطح هوريزونتال لوحدها، لان كل الناس بتفتكر كده ان الموجه بتبقى او المايه الضفيه اللي موجوده تحت تحت الارض اللي احنا عايشين فيها دي، لو حفرنا هنلاقيها كلها سطح هوريزونتال ثابت مع نفسه مهما كان الارتفاعات المتوسطه والتوبوجرافي بتاعت الارض بتاعتها. لا، لو التوبوجرافي بتعلى في حته فالووتر تيبل بيعلى معاها، لو بتقل في حته فالووتر تيبل بيقل معاها. الووتر تيبل ليفل تحت سطح الارض هو بيحصل ملي من تدخل ميه المطره جوه سطح الارض، واللي بيأثر عليه هو الريت اللي بيحصل بيه الانفلتريشن ده اللي بيدخل جواه سطح الارض. طب هل الميه الجراوند ووتر دي بتتأثر بالسيزون بالفصل بالفصول اللي احنا بنعيش فيها، يعني الصيف غير الشتاء غير الربيع غير الخريف؟ طبعا الجراوند ووتر لو عملت لها تيست في مكان في موقع في الشتاء غير لو عملت لها تيست في موقع في الصيف. ديفينتلي الجراوند ووتر في فصل الشتاء بيحصل ايفابوريشن اقل في الشمس مش حراره كتير، فبيحصل ايفابوريشن اقل في ميه كتير صرف ميه في مطره، فبيحصل انفلتريشن اكتر جوه الارض، فمستوى الووتر تيبل بيعلى. في فصل الصيف لا، ده في شمس بيحصل ايفابوريشن كتير، بيطلع جزء منها كبير من الثاني للاتموسفير، الانفلتريشن ريت بتاعه اقل عشان الشمس عاليه، فالجراوند الووتر تيبل اوتوماتيكلي بينزل. فالجراوند ووتر او ووتر تيبل تحت سطح الارض اللي انا عايش فيه بيتاثر بالفصول اللي الفصل اللي انا موجود فيه. فلازم لما اقول ان انا عندي مثلا انا هاخد جثه في المكان ده وهطلع منها صور وهطلع منها رقم واشوف الفصيله بتاع كل واحد واشوف الووتر تيبل واصل معايا لانهي حد تحت السطح، لازم اخد في اعتباري احنا في انهي فصل، وان ده ريني سيزون ولا لا، واحنا في منطقه اصلا ريني ولا لا. فلازم اعرف كويس ايه طبيعه المنطقه اللي من ناحيه الوجه عشان اعرف الوجه التمر هل اتاثر بالفصل اللي انا بحفظ فيه الارض ده. يعني اروح ابني في الصيف ما ابنيش في الشتاء مثلا، يعني هل ده ينفع؟ لا، انا لازم ابني في اي، لازم اخد الجثه في اي وقت يكون اعملها المعامله الطبيعيه او عامل السايت، ان السايت اللي انا هبني عليه ده موجود في كل الفصول وموجود في كل الكونديشنز. فلازم اعرف كويس قوي الووتر تيبل ليفل الماكسيمم بتاعه بيوصل لفين في الفصل في الرين سيزون، وبيقل قوي في الفصل الشتاء وبيوصل لحد فين. المياه الجوفيه بقى لما بتنزل تحت سطح على اعماق كبيره بتعمل وبتدخل جوه فورميشنز بتاعت روك بتاعت سكون، بتكون لي اربع انواع من خلينا نقول ستورج، يعني او المكان الحامل للميه يبقى عباره عن اربع انواع، يا اما يبقى اكوفر وهنقول يعني ايه، يا اما اسمه اكو كلو، يا اما اكو تار، يا اما اكو فلو. العامل الرئيسي من الاكوفر للاكو كلو للاكو تار للاكو فيوج هي البرميابيلتي. ايه هي البرميابيلتي لو حد فاكر؟ النفاذيه الميه جوه الصخر. البرميابيلتي بتاعه الصخر هي اللي بتتحكم في الستورج بتاعه الميه جوه ميتر او
السفر لازم يكون عنده حساسيه الوقت، يكون عنده ترانسميشن من اماكن مختلفه للمكان ده، ويكون عنده ستورج ابيليتي او يكون يقدر يمسك الميه دي في المكان. في نوعين من الاكوفر مهمين جدا، الانكونفايند اكوفر والكونفايند اكوفر. ايه هي الكونفايند والانكونفايند؟ الانكونفايند اكوفر اللي هو لو انا عندي طبقه سطح الارض، اول طبقه هلاقي فيها ميه دي انا بسميها انكونفايند اكوفر. ليه؟ لانها مش محكومه ب مش محكومه ب ستريسز كتير تحت سطح الارض، يعني فري شويه ان هي تتحرك. فبسميها انكونفايند، يعني انكونفايند يعني مش مقفول، انكونفايند يعني مش محكوم، معناها كده مش حاجه مش منسوبه، مش منسوبه من ثلاث اتجاهات. الكونفايند حاجه منسوبه من ثلاث اتجاهات. فالانكونفايند اكثر او الاكثر دي بتبقى الانكونفايند بتبقى موجوده على عمق بسيط، ما بتبقاش ليها حواليها ستريسز عاليه، حواليها ضغوط عاليه، فبتبقاش محكومه. الكونفايند لا، بنزل الاقيها على عمق اكبر. يعني لو لقيت طبقه في انكونفايند اكوفر فيها ميه، وبعد كده لقيت طبقه ثانيه ما فيهاش ميه خالص، وبعد كده لقيت طبقه ثالثه، فدي انكونفايند فيها دي كونفايند فيها محكومه جدا، فيها ستريس كتير على عمق كبير، فدي بسميها الايه؟ الكونفايند اكوفر. الفرق بين الانكونفايند والكونفايند اكوفر او الاكوفر المحكوم والاكوفر اللي مش محكوم في طريقه الاستخراج. لما باجي اطلع ميه من لو احنا بنتكلم ان بارالوجواي، الناس اللي رايحه تدور على ميه، زي الناس اللي بتدور على ميه في افريقيا ويروحوا يعملوا ابار ميه علشان يشربوا منها، واحد راح يدور على ميه ونزل في الكونفايند اكوفر، او واحد راح نزل في انكونفايند اكوفر، ايه الفرق بينهم؟ لو انا احفر هنا واحفر هنا، الميه وهي طالعه من الكونفايند غير الانكونفايند، بين الانكونفايند والكونفايند المحكوم اللي تحت ضغط عالي جدا ده، الميه منه بتطلع بسرعه عاليه جدا، بضغط عالي جدا، بتطلع بريت اكبر. الانكونفايند اللي هو مش ممسوك، اللي هو براحته، اللي هو على سطح على عمق مثلا بسيط زي ده، لا الميه بتطلع منه مش مضغوطه قوي، ما فيهاش ضغط كبير، الفلو بتاعه بيبقى اقل شويه. عارفين كل ما اضغط على الحاجه زي البالون كده، كل ما اضغط عليها اضغط عليها اضغط عليها واجي افتحها مره واحده تروح يعني ضربه شويه، عن ان انا لا لو هي براحتها مش ضغط مش مضغوط ما اعرفش الفرق، اجي انزل منها ما لا ما فيهاش الفلور عالي. فده الفرق بين الكونفايند والانكونفايند، هو محكوم او غير محكوم. تاني نوع هو الاكوي كلود. الاكوي كلود ده بيبقى في ميديم، ميه موجوده في ميديم البرميابيلتي بتاعته زيرو، ما بيبقاش ليه اي برميابيلتي، والميه اللي فيه بتبقى ثابته بريت ثابت، يعني ما يقدرش الاكوي كلود يتحول لاكوفر، لان الميديم بتاعه اصلا مش هيسمح له. الماده اللي حاويه للميه لازم تكون برميابل في حاويه الاكوفر، لكن في الاكوي كلود لا، البرميابيلتي بتاعته ما تسمحلوش ان هو يخز الميه بالشكل الكبير اللي انا اقول عليه، لا ده انا ممكن اطلع منه ميه، لا هو في ستاتيك ريت بتاع ميه ما بيزيدش عنه، والصخر بتاعه او الماده اللي هو حاويها ماده ما لهاش اي برميابيلتي. ثالث نوع الاكويتور. الاكويتور هو مين اللي بيبقى موجود بين اثنين اكوفر، واحد كونفايند والتاني انكونفايند، وبيكون البوروزيتي والبرميابيلتي بتاعته بتاع الصخر ده صغيرين. فانا قلت مثلا انا عندي ريزرفوار واحد حفر، مثلا انا عندي سوري مش ريزرفوار، اكوفر انكونفايند على السطح انكونفايند، واللي تحت كونفايند، وبينهم طبقه. الطبقه دي لازم يتوقع لو هي ليها لو بوروزيتي ولو برميابيلتي اكون قد هيحوي الميه، بس مش هيبقى بنفس الكميه طبعا بتاع الاكوفر. هو الاكوفر احسن حاجه بتحوي الميه، او احسن نوع
تجيب منه ميه او يبقى يحوي الجراوند ووتر. الاكوتر لا، هقول ان انا عندي واحد كونفايند واحد واحد انكونفايند واحد كونفايند ريزرفوار، ف فعندي طبقه بينهم ليها بروستي اقل شويه وليها برميابيلتي اقل شويه، فبتعملي بتعملي نوع جديد اسمه اكوتر. طب ايه خصائص الاكوتر ده؟ الاكوتر بيبقى ليه ترانسميشن وستورج قليلين عن الاكوفر. مش احنا قلنا ان في الاكوفر لازم يكون لي ستورج عالي يقدر يحوي الميه وما يعمل ويعمل ويكون ترانسميتد من حتت مختلفه ويقدر يحويها. الاكوفر لا، هو بيقدر يحوي الميه بس عنده لو بوروزيتي ولو الراب ليه لو بوروزيتي ولو برميابيلتي، فالريت بتاع الترانسميشن والريت بتاع الستورج قليلين جدا عن الاكوفر. الاكوفيش ده بقى اللي هو موجود في ميديم او موجود في صخر. الصخر ده لا له برميابيلتي ولا في فويدز، ولا له برميابيلتي ولا في فويدز. فالميه اللي بتبقى فيه بتبقى كميتها اقل جدا من الاكوفيش الريزرفوار بتاع ميه. فالاكوفيز هو اقل نوع او اقل حاجه في نوع السكوره ان انت تدور فيها على ميه. الناس بتدور على ميه راحت عند مثلا اللي هيهبط في جرانيت او يدق في جرانيت، ولا يروح عند ووتر تيبل عالي في سويل وتحتها حاجه فيرميابل تحتها طبقه فيرميابل. اكيد باي ديفولت اللي هيروح يدور على الميه وعايز يطلع سورس من الميه هيروح يدور عليها في مكان فيه يقدر يحوي ميه ويقدر يترانسميت الميه ويقدر يكون فيه ستورج. انما اللي هيروح يدور في جرانيت مش فراكتشر حتى مش هيلاقي ميه، لان ده لا ليه برميابيلتي ولا ليه بوريزيتي. لا، بتبقى موجوده في طبقات متداخلة مع بعضها بس ما بتبقاش بكميات كبيرة خالص. يعني هتبقى موجودة في جرانيت بتبقى موجودة بس مش مية انت تطلعها تبقى سورس مية. مية اللي هي حاجة لو مش شفتها في الشمس خلاص يعني رحت اتفرجت. رابع نوع الاكو فيوج هو بيبقى موجود في ميديم لا ليه برميابيلتي ولا في فويد. يعني لو عندي اكوفيوج يبقى مش قادر يحوي ميديا، مش قادر يحوي الميه ومش قادر يعمل لها ترانسميشن. فهو مثلا لو رحت مثلا لو عندك بازلت قطع بازلت موجوده جنب بعضها، الماده بتاعتها مش بيرميابل. البازلت الزلط ده مش بيرميابل، مش اي برميابيلتي صح، والفويدز اللي بينهم صغيره جدا فممكن يحوي ميه. ممكن الميديوم ده اللي هو موجود فيه تو زلط 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 ممكن يكون الفويدز بتاعته صغيره جدا بس يحوي ميه، بس ما يكونش الكميه اللي تقدر تكون كبيره جدا فانت تستخدمها بعد كده في ان انت تطلع زي الاكوفر اللي هو الريزرفوار الكبير اللي يطلع عين ميه زي في افريقيا اللي يطلع عين ميه كبيره يشربوا منها وتبقى يوزج بعد كده. لا، ده بيطلع كوانتيتي بيبقى فيها كوانتيتي صغيره في ميديم مش حتى بيقدر يمسك الميه او يقدر يحوي الميه زي البازلت زي الجرانيت. زي سني النوع. لا، الاكو كلود غير. ليه؟ الاكو كلود هو موجود اوريدي ما بين اثنين ريزرفوار بس وليه ستاتيك ووتر تيبل. يعني الووتر تيبل بتاعته ثابته بس قليله بس ثابته. الثانيه لا، ممكن تكون اقل بكتير. الاكو فيوج اقل بكتير جدا، يعني في حاجه انت بتجدد في صخر يعني ماسك نفسه
جدا من كميات ميه كبيره محدوده، سواء في عيون فيرتيكال او هوريزونتال في سطح الارض، والفلو بتاعها او الفلويد فلو بتاعها بيبقى دايما معتمد على الجرافيتي. دايما السبرينجز ما بتطلع نورمالي او بتطلع بالستريس بتاعت الجرافيتي. دي ظاهرة طبيعية بالنسبة لما
بيحمي ميه اساسا الاول. انا لازم اشوف الاول ان الصخر ده او المكان اللي هو فيه اللي انا همسح الراجل ده بيه ان المكان ده ليه برميابيلتي وليه بوروزيتي تقدر تحمي ميه ولا لا. طب ملوش قادر المكان ده صخر جرانيت والراجل ده عارف وقال لك انا احنا في ناس بتحفر عندنا وطلعت ميه عايز تطلع ماذا يوم؟ احفر عندهم احفر عندهم سيبوا بعض يخطوا مع بعض. لا اهم حاجه لما تيجي اقول ان في سورس للميه في مكان في صخور لازم الاول مبدئيا اجيب خريطه جيولوجيه طبيعيه جدا اطلع عليها الاماكن الفورس اماكن الفراكشرز تمشي فيه الميه حاجه. لا دي احسن اماكن
فبتنزل وال بسيطة وتطلع لك على طول. فسؤال بقى ايه؟ هل ينفع اجيب مية من كومبتنت تراب او من انت تراب كمية كبيرة؟ لازم اجيبه من فراكتشر تراب او فراكتشرز موجود. لازم الفراكتشر هو عامل مهم جدا في ان انا ادور على جراوند ووتر تحت سطح الارض، خصوصا الانترسكشنز ما بين الفراكتشرز. طب دي الميه وجودها وانواعها وتطلع ازاي وادور عليها فين وادور عليها ازاي؟ ايه المشاكل؟ انا كمهندس هبني على مكان، هبني على مكان كنت عارف ان فيه ووتر تيبل عالي، كنت عارف او طلعني فيه ان فيه ووتر تيبل عالي في المنطقه دي. ايه المشاكل اللي ممكن يسببها لي وجود الووتر تيبل عالي؟ اول حاجه او اول مشكله بيسببها هي حاجه اسمها الكارثه التوبوغرافي او التجوفات نتيجه نزول ميه. وبعدين الكيرز، ايه هي الكيرز؟ لما بيكون مثلا في لايم ستون، لايم ستون ده فيه نسبه املاح فبتعلى في مستوى الميه شويه، لما يقل مستوى الميه والاملاح تضيف في الميه، فلما يقل مستوى الميه او يجي فصل ثاني او وات ايفر الكونديشن الووتر كونديشن تتغير، فالميه دي يحصل لها درينج او تكون مش موجوده تختفي من الصوره. الصخر ده كان فيه املاح، فبدل الاملاح اللي كانت كميات كبيره اللي كانت موجوده دي بيسيب حاجه اسمها كيرز، بيسيب حاجه اسمها تجوفات. فانا بقى واقف والله ده المكان المشكله دي موجوده في 6 اكتوبر حاليا اللي انا بقول لكم عليها. الصخر كان موجود، الصخر كان موجود كويس جدا، وواقف انت واقف على الصخر كويس، استحمل جدا، مستحمل مبنى كبير وادوار عاليه، بس تعالى تحت سطح الارض شويه كده محفور مثلا وهات بور هول هتطلع بيه كور ريكفري قليل جدا، تطلع بيه الكور اوله صخر والهواء وبعد كده خبط في الصخر تاني تحت. الهواء ده ايه بقى؟ الهواء ده هي الكيرز اللي سابتها الووتر تيبل لما قل من المكان ده، لما كان في ميه عاليه قلت خدت الاملاح او حصل لها سولوشن في المكان فسابت مكانها فراغات من زي ما انت واقف مكان ده صح وكويس جدا، ده يستحملني، ده يقدر ابني عليه، بس تحت فيه كيرز نتيجة ان كان فيه ميه وخدت الاملاح اللي في الصخر ده وجابت. فده بيبين كمان اهميه اني اعمل البور هولز او السايت انفستيجيشن قبل ما ابدا في اي اعمال بور، حتى لو في سايت جنبي بيبني وماشي كويس وما فيهوش مشكله وما فيهوش اي حاجه. من مكان لمكان بتفرق، مكان لمكان الووتر تيبل لو ارتفعت في مكان عن التاني حصل لها ديستريبيوشن بتفرق، هتسيب هنا كير ومش هتسيب هنا. مش معنى ان السايت اللي جنبي ماشي في العمال ماشيه والناس بتبني والدنيا ما فيهاش مشكله، يعني هي جت عليا انا العماره بتاعتي هتقع؟ ممكن اه. فوجود الجراوند ووتر في نفس المكان مع ذوبان الاملاح اللي في الارض، ده خصوصا بيحصل في اللايم ستون، يعني دايما الناس بتقلق من وجود لايم ستون تحت الارض في المكان اللي انا هبني عليه يكون موجود في لايم ستون. يقول لك دايما خد بالك ان لو كان في ميه هنا وقلت احتمال كبير جدا يكون عندك كيرز. تاني حاجة الكارست فالي، الكارست فالي هي مجموعة من السينك هول، اللي هي السينك هول هي مكان أرض كانت عادية جدا، كان فيها ووتر تيبل ثابت كان محافظ على شكل
فالستريس في الارض قلت فالارض انخفضت عن مكانها زي دي ارض كانت عاديه جدا ما فيهاش اي مشكله احتياسها مش اي حاجه ميه كانت موجوده او ترتيبه كان موجود بمستوى معين في المكان قل عن المستوى ده كتير ف ويعمل السيركل دي
دايما طول ما هو شغال دايما طول ما موجود في البيت يحولها له من ميه من الميه السخنه السكريه اللي فيها يحولها لكهرباء والكهرباء يستخدمها في المعيشه. تحقيق لو عملتوا سيرش عن الديوشنال انرجي استخدامها موجود كتير جدا في البلاد اللي هي حرارتها قليله يعني البلاد البارده واللي بيدفعوا فلوس كتير جدا علشان الكهرباء وعلشان الكهربية وعلشان ان هم يعيشوا يعني في مكان بس مقفول متدفع عليه فبيستخدموا الجيوثيرمال انرجي او وجود ميه تحت سطحيه بدرجه حراره باطن الارض اللي هي موجوده وبيحفروا فيها. طبعا هي السيركل بتاعتها كومبليكيتد عن كده كتير وممكن تكون مش بس بالميه ممكن تكون كمان بالزيوت او بينزلوا فلويدز معينه يطلعوها ياخدوا منها السخونيه بتاعتها وينزلوها تاني نسخن ويطلعوها تاني. فهي السيركل دي هي تحويل الميه او سخونيه الفلويد لطاقه حراريه وينزلوه تاني ياخد حراره انت سو. انا كده خلصت. حد عنده اي سؤال؟